مرحبا جميعا. الدرس الأول تكلمنا عن الكتابة الإبداعية بأنواعها الفنية والوظيفية، بعدها تكلمنا عن القصة القصيرة ما هي وما هي أهم عناصرها. المرة هاي رح نحكي عن كيف أكتب قصة قصيرة. قصة قصيرة من تسميتها أخذت من تسمية القصة القصيرة لا تتعدى من 10 إلى 20 صفحة. طب ما هي خطوات كتابة القصة؟ أولاً قراءة مجموعة من القصص الهادفة أو الكتب التي لها معنى تعلمنا عن موضوع القصة الذي اخترناه. اختيار موضوع القصة يكون لدي المقدرة في الكتابة عنه. كتابة رؤوس أقلام عن موضوع القصة وتوزيع الشخصيات التي لها دور في الأحداث. أبدأ بكتابة المقدمة ثم التسلسل الزمني لأحداث القصة. أكتب النهاية، مو شرط تكون نهاية سعيدة أو يكون هناك نهاية، ممكن جعل النهاية متروكة لعنان القارئ. أختار الرسومات الداعمة للمواقف وللأحداث. بعد هيك كيف أختار موضوع القصة القصيرة؟ فمثلا نختار موضوع عن حق العودة. أول شيء الشخصية الرئيسية، عن ماذا تتحدث قصتك؟ تكون بطل القصة إنسان، حيوان أو أي شيء آخر. بعد هيك وجه لنفسك أسئلة، من هو البطل الرئيسي من بين الشخصيات الموجودة في القصة؟ ماذا يحب وماذا يكره؟ ما هي ملامح الشخصية للبطل؟ ما هو الشكل العام لبطل القصة؟ وعند الإجابة على هذه الأسئلة أرسم دائرة على ورقة وضع بداخلها اسم البطل. يتفرع من هذه الدائرة خطوط أو شعاع تتكلم عن خصائص وملامح بطل القصة. ثانيا، أين وقعت أحداث القصة؟ في قرية، في شارع، في مدينة، وفي أي زمن حدثت القصة؟ في الماضي، في الحاضر أو في المستقبل؟ الحبكة أو المشكلة، ما هو التحدي الذي يلزم على بطل القصة مواجهته والتغلب عليه؟ الرجوع إلى أرض أجدادي في قصة حق العودة. استعمل الصراعات داخل القصة، مثلا وجود شخص آخر يمنع البطل من الوصول إلى حل المشكلة. طب كيف يصل بطل القصة إلى الحل؟ يجب أن تنتهي القصة نهاية مرضية بأن يصل أو يقترب بطل القصة إلى عجز أو الاستسلام. في الدقيقة الأخيرة ينجح في التوصل إلى حل قبل وقوع المأساة. بعد ذلك ارجع إلى رسمة الدائرة التي تتكلم عن ملامح وخصائص القصة، ولاحظ هل يوجد من ضمن هذه الخصائص أو الملامح ما يساعد البطل من إيجاد الحل؟ وفي النهاية ما هي أسرار كتابة القصة الجيدة؟ أولاً اطلق العنان لذهنك وكن مبدعاً. ثانياً لا تكتب القصة جزء جزء، اكتبها كاملة مرة واحدة. ثلاثة فكر في قصة أحببتها وما الذي أعجبك بها. رابعاً الكتابة هي إعادة الكتابة، فالنسخة التجريبية الأولى لا يمكن أن تكون هي الفضلة. اكتب وعدل ما كتبت حتى تشعر بتمام الرضا عن عملك. خامساً وفي النهاية أقوى سر في الكتابة القصة هي الممارسة ثم الممارسة ثم الممارسة. وهيك خطوات كتابة القصة واختيار الموضوع. ياريت تشاركونا في كتاباتكم وفي موضوعاتكم وتبعتولنا إياها. شكرا كتير وإلى اللقاء.